نهاية الأسبوع تعددت مسألة التفاوض والحكومة وتشكيل الحكومة. إلى حد الآن مازلنا ما عندناش حكومة، مازلنا ما اكتشفناش الأسامي اللي باش تكون موجودة في الحكومة الجديدة. فما حديث على أنه مع بداية الأسبوع، معناها اليوم غدوة، باش فما أسامي اللي باش تطرح على قليلة ليست الأولية لتشكيل الحكومة. فما إذا كما قلنا التفاوض مع المسار ومع التيار الديمقراطي وحركة الشعب اللي كانوا من الاول ماشيين مع الحكومه وتوا ينسحبوا. اليوم زاد نلقاو ائتلاف الكرامه في المعارضه. حاضر بحضنا قيادي بائتلاف الكرامه سيف الدين مخلوف بالتليفون. صباح الخير ومرحبا. صباح النور، اهلا وسهلا. مرحبا بك، شنو احوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. الحكومه التونسيه اليوم شنو هي احوالها؟ والله نتوقع ديما ثم البلان بي وبلان سي، نتوقع انها باش تتشكل الحكومه. انا بخلاف الناس المتشائمه، انا عندي قناعه انها مش تتشكل. تتشكل ائتلاف الكرامه جزء من الحكومه ولا لا؟ مبدئيا لا، لانه ائتلاف الكرامه كان واضح من النهار الاول انه الفرضيه المثاليه انه يكون في حكومه مع حركه النهضه والتيار الديمقراطي وحركه الشعب فقط، او مع بعض المستقلين. لكن احنا اللي طرحينه انه الحكومة اللي مطلوبة اليوم والشعب التونسي ينتظرها هي اللي تكون في قطيعة مع المنظومة القديمة وفي قطيعة مع لوبيات. فما أسماء من المنظومة القديمة تم طرحها ليمات، شكون مثلا ائتلاف الكرامة من الأسماء اللي يرفض أنها معناتها يكون يشارك في حكومة تكون هي موجودة فيها؟ قلنا على مستوى الأحزاب قلب تونس وتحية تونس وباقي الرموز المنظومة البايدة. قلب تونس اليوم معكم في البرلمان، حزب فائز معناتها ينجم يكون مطروح يكون في الحكومه. لا ما قلنا ما شككناش في وجوده في البرلمان احنا. لا لا معناتها قلت لك انتم تنجموا تقعدوا على نفس الطاوله على خاطر انتم احزاب فائزه في الانتخابات، دونك عندكم تمثيليه في البرلمان واسماءكم معناتها اسماء القياديين في احزابكم مطروحه بنفس الدرجه على في حكومه الجملي. لا لا احنا بالنسبه لنا الوجود في البرلمان لا يعني ان نكونوا متحالفين سياسيا معه. الوجود في البرلمان هذا اختيار الشعب واحنا نحترم اختيار الشعب في هذا، لكن عنا تقديرنا وعنا وعودنا الانتخابيه وعنا قناعاتنا اللي ما تنجمش تتلاقى مع ناس مازال تؤمن بانه الاستبداد هو الحل، ولا ناس تؤمن انه الفساد هو الحل، والا ناس دخلت للبرلمان للتفصي من المحاسبه، ولا ناس استعملت ادوات الدوله باش تصفي حسابات سياسيه. هذو كل احنا واضحين معناتها ائتلاف الكرامه ما نتعاملوش معهم ويشكلوا حكومتهم شي يخدموا على روحهم، ما قلناش حتى حاجه. ائتلاف الكرامه في المعارضه معناتها بالنسبه للاعضاء 90 80 تقريبا توا تاكد ان في المعارضه. بي نحب نسأل شوية على الاستقالات اللي كانت في كتلة ائتلاف الكرامة المدة الأخرانية. زوز من النواب اللي قدموا استقالاتهم تعلت ألا يقولوا سبب أنه القيل معناها رئيس الكتلة يكون متفرد بالرأي، شنو تعليقك على هذا؟ هم بيدهم مش مقتنعين بهذا ويعرفوا اللي تقريبا ما فما حتى قرار ناخذ وحدي مستحيل، ويعرفوا اللي احنا في الائتلاف أما هيئة تأسيسية أسست الائتلاف، جزء منها موجود في الكتلة وجزء خارج الكتلة، وهي شبيهة جدا بالمكتب السياسي للحزب. فما ناس جاءوا في آخر أسبوع ويحبوا يغيروا الخط السياسي لحد ما نتاع ائتلاف الكرامة، وقلنا لهم يعني ثم ناس اخر نهار قال هو سي سيف الدين الزوز مستقلين، هو سي بن ديلي عن جهه سوسه وسي راشد الخياري، هذوما زوز نواب. لا بالنسبه لميد بن ديلي راهو اللحظه دي نجى الاسباب الاستقاله. احنا في حديث خاطف مع معناتها طرف من العائله يقول انه الاسباب شخصيه ما عندهاش علاقه بالحزب. بالضبط هذاك علاش انا شخصيا للحظه ما نعرفش شو اسباب الاستقاله. إيه ما اتصلتش بيه، ما حاولتش تتصل؟ انت رئيس معناتها انت رئيس الحزب وهو مومبر في الحزب هذايا ويقدم استقالته. والله ما تحصلتش عليه هنا، لكن يبدو تواصلوا معاه اليوم ان شاء الله باش يكون عندنا اجتماع وباش
باش نحاولوا نفهموا شو الاسباب، لانه يبدو الاسباب ما عندهاش علاقه بالسياسه اطلاقا ولا بالائتلاف. سي راشد الخياري اللي هو واضح اسباب الاستقاله نتاعو ويحكي على فما بعض المقربين من سيف الدين مخلوف اللي اليوم ربما ما يتفقوش برشا مع باقي الاعضاء في ائتلاف الكرامه، واللي بدايه مش نقول انشقاق معناتها بين قوسين انشقاق، بدايه الاختلاف بدات بوجود الشخصيات هذيا القريبه من سيف الدين مخلوف. لا 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 ما نطورش، ما نجمش نفهم الموقف هذايا لما يعبر عليهم مباشرة هو، لكن بالنسبة لنا راشد يعني هو مرشحنا على منوبة ومن التحق في المدة الأخيرة قبل الترشحات، وثم مؤسسين في الائتلاف اللي خدموا لأشهر طويلة وما ترشحوش، خليوا مكانهم لغيرهم اختيارا. اليوم التيار الديمقراطي اللي يتفاوض باسمه هو محمد عبو ومحمد الحامدي، همش نواب في البرلمان. اللي يتفاوض على تحية تونس ويوسف الشاهد مش نائب في البرلمان. إيه لكن يقعدوا اللي يتفاوض على حركة النهضة جزء منهم ماهمش نواب. سي نورمال، هما هذوم اللي باش يتفاوض ينجم يكون ماهوش نائب وهو ماهوش ماسك بالحزب، ولكن كي تقعدوا مع بعضكم معناتها الكويزين انترن بينك انت وبين الاعضاء نتاعك، في اغلبهم ولا مش اغلبهم، لكن نحكي هوني سبيسيالمون على راشد الخياري، يقول انه فما تفارد بالراي من طرف بعض الاطراف المحسوبه مقرب على سيف الدين مخلوف. وحدك قول لي راشد الخياري اغلبهم. دلي تبعني في التسلسل متاعي، انا قلت لك راهو بعض الاطراف، ومن بعد قلت لك سبيسيالمون على راشد الخياري اللي قدم استقالته، يحكيوا على انه فما بعض الاطراف المحسوبه مقربه على سيف الدين مخلوف اليوم، اللي هي تجر فيه لاتخاذ بعض القرارات اللي هما يراوها ماهيش صايبه. معناها سيف الدين مخلوف معناها قاصر وعاجز. لا لا انا ما قلتش هكا، ما قلتش هكا، احكيو سياسيا سيف الدين، نحكيو سياسيا راهو جوادي وغيره. سمحني، لا لا ما قلتش، الكلام هوش مقنع. كيقول واحد استقال اغلبهم يقول تفرد، شنو الراي؟ اعطيني راي واحد انا قررت واحد راي، نقول لهم شنو راي خذاه واحد فقط. انا الحاجه اللي عملتها ممكن اني حميت الائتلاف من بعض الاختراقات. الائتلاف اليوم مستهدف من نواحي الكل. اليوم بعد شهر خدمه انا شخصيا عندي 20 شهر حبس. يعني يفهم انت القصف اللي جاي والاف الصفحات اللي تصنعت فجاه وتضرب كان في ائتلاف الكرامه وتشكك فينا، خلاف الجزء منا عنده ريدريسمون فيسكال، جزء منا عنده قضايا ترفعت في شأنه، احنا اليوم مستهدفين على الاخر. شكون الاطراف اللي مستهدفتكم اليوم؟ والله كل المنظومه اللي متقلقه من ائتلاف الكرامه. اللي ما يساعدهاش يطلع معنا جسم ثوري عنده وزن في البلاد، اللي ما يساعدهاش الناس اللي بالحق باش تكافح الفساد مش بمكاييل مختلفه، الناس المبدئيين، الناس اللي ذكروا الناس باستحقاقات الثوره، برشا ناس عندهم ارتباطات وعندهم مصالح نجم تتمس من خلال ائتلاف الكرامة، وثم ناس تعودت صنع معناها العداوات والتوجس من كل نفس صادق في البلاد هذه. كل نفس أو كل طيار يكون نظيف في البلاد هذه يكون مستهدف. سي سيف الدين مع هذا كله ما عندوش علاقة براشد الخياري، لأنه راشد الخياري معناها لليوم الغدوة أخونا وحبيبنا و فما امكانيه انه معناتها يتراجع الاستقاله نتاعو، ولا تكون في بيناتكم مفاوضات ويرجع راشد الخياري لائتلاف الكرم؟ والله ما نجمش ذا قرار يرجع للائتلاف ويرجع للهيئه نتاع الائتلاف، وفما كتله برلمانيه نمشيو للكتلة البرلمانية. اللي صار في البرلمان الأيامات اللي فاتت والاعتصام والأخذ والرد، وأنت أكيد نائب وأدرى منا معناتها باللي قاعد يصير تحت قبة باردو، شنو رأيك في اللي صار على الأيامات اللي فاتت؟ شخصيا متوقع وراه، بل متوقع أكثر منه. فما ناس ترشحت مش باش تخدم تونس، فما ناس ترشحت باش تضرب خصم سياسي، باش تطفي حسابات سياسية. كلنا نعرفوا هذا ومتأكدين منه. للأسف الشديد معناها بداوا بالتعطيل، حتى جلسة معناها ما خدموا حتى شيء تقريبا، سوى صنع المشاكل وصنع العرك والقلاقل، فهمتني؟ ما خدموا حتى شيء. ثم ناس ما أدتش اليمين معناها أصل في قلاب يعمل في لا يعملوا في العرك. دونك احنا متوقعين منهم الناس ما يمنوش بالدولة، ما يمنوش بالدولة القانون، ما يمنوش بالانتخابات الحرة والنزيهة، ما يمنوش بانه التوانسه مختلفين ويلزم يتعايشوا مع بعضهم رغم الاختلاف في تفاصيل، ماهوش اختلاف كبير معناه ما عندناش طوائف، ما عندناش ملل ونحل في تونس، كلنا معناها الشعب الجانس حاله نقيه
كنا بربر عرب مسلمين سنة ملكية فهمتني. ورغم ذلك يعني ترشحوا باش يدمروا المسار الثورة، عداوتهم على أساس أيدائهم للحرية، خدمتهم لأجندات أجنبية، تراث الثورة التونسية اختر عليها، وهما قاعدين يخلصوا باش يأديوا الدورة ذي، باش يحبوا ينفروا الناس من الثورة، من دولة القانون. يخلصوا شنو معناتها؟ أما ناس كونت أحزاب وعملت حملات بالمليارات، حتى واحد ما سألها من جبتوا الفلوس، وناس كل تعرف اللي هي فلوس ماهيش تونسية، وناس كل تعرف اللي ثم دول معناها كاملة متجندة لضرب المسار الثوري ولتشويه قيم الحرية والديمقراطية، لأن هاكبر اختر عليهم. فاستعملوا الأدوات هذه، وكنا فاهمين هذا، واستعملوا أدوات أخرى من خلال يعني سواء من خلال الإرهاب أو من خلال استعمال بعض وسائل الإعلام أو استعمال بعض الأحزاب السياسية. شو من خلال الإرهاب معناتها؟ أنت تحكي على منظومة معينة معناتها عندها ارتباطات بالإرهاب؟ طبعا أنا ديما نقول وأصر أنه الإرهاب راه صناعة مخابراتية يراد منها تشويه الثورة وتشويه المسار الديمقراطي، ديما نقول الكلام هذايا. والإرهابيين ما لهم إلا أدوات رخيصة جدا بيد الأجهزة هذه. وبرعد شوف شكون يسمعك. شكرا لك سي سيف الدين مخلوف، يعطيك صحة على المداخلة هذه، وشكرا على رحابة صدرك قيادي باتيلة في الكرامة. في عودة على المشاورات في تشكيل الحكومة اليوم باتيلة في الكرامة بنسبة كبيرة يكون في المعارضة، ومازلت ليام باش تورينا برشا حاجة أخرى. 48 دقيقة باش نمشيو للموسيقى وراجعين معكم جديد.